السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى متتابعين ومتتابعات. اليوم جبت لكم ماسك خطير لتقشير الأيدي، مكونات متوفرة في أي بيت. غادي تشوف آخر فيديو كيفاش كنعتني حتى بالأظافر ديالي والأيدي، النتيجة اللي كنحصل عليها واحد الرطوبة واحد لمعان روعة روعة روعة. أكل صحي فمرحبا بكم، غادي تعرفوا معايا كيفاش غنطيب الأكل الصحي ديالي وغتعرفوا على الآلة الجديدة ديالي، فمرحبا بكم. البنات كي كتشوفوا معايا غادي ندوز سبيراتور، هي اول حاجه على الصالون وعلى السيجور كما غادي تشوفوا معايا، ومباشره غادي يعني غننظف الدار عفش غندوز الغدا، وبقوا معايا باش غتشوفوا الروتين. هنا كي كتشوفوا حبيباتي بعد ما نظفت الصالون بسبيراتور غادي نظفت السيجور، وهنا جيت مباشره للبيت ديالي مع الشميشه، كنبدل الفراش تقريبا دابا مع هاد الوباء وهذا، فكنبدلو كل تقريبا دو جوغ كنبقى نبدل الصراحه الوسواس وكا والتعقيم. فالصراحه هنايا فبقاو معايا باش تكونوا معايا، دابا بديت معكم من الصباح حتى الغدا وغدوزو معايا حتى العشيه، وكيفاش كيسالي النهار عندي يعني ديال اي امراه مغربيه كيفاش كيدوز عندها. صراحه كما كتشوفوا غتشوفوا كتكثر عندنا الخدمه اكثر من الايام العاديه، والله يرفع علينا هاد البلاء ويرحمنا يا ربي امين، ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ونتمنى هاد الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم خليو لي التعليقات نبقى ننزل لكم بحال هاد الروتينات هكا ديال البيت. ضروري ملي كتسمعوا من الاسبيغاتور فضروري البنات انكم تحيدوا العزبه اعزكم الله وتنظفوها وترجعوا كلشي المسائل، باش هكا كتبقى نقيه وكتبقى لكم مده اطول وكتحافظوا على الالات ديالكم. هكا كتشوفوا مباشره هنا غنبدا نوجد الغدا بعد مساله التنظيف. عندي هنا الهبر ديال القرش والرايه ولا سوب اللي غنوجد الجوري مع البريكولي وبطاطا وخيزو شويه الحوت وهانتوما معايا والروز. فهنا كي كتشوفوا كندير لها شويه الكمون وشويه الخرقوم البلدي اي الكركم وزيت العود والملح فقط، وهاد الخضروات جي غنيه بالفيتامين، وانا ما كنطحنها لها خاطره ما كنخليهاش لا يعني بحال ما. وهنا الروز درتو لينا باش نسلقو، وهنا الاله ديال القلي بملعقه زيت يعني في الهواء جد جد زوينه، غنبارطاجها معكم ان شاء الله، غندير لكم لا فيديو مستقل ديالها. هنا كندير فيها معلقه تقريبا معمره ديال الزيت نباتيه، وهنا درت فيها شويه الهبره ديال القرش، ونوريكم كيفاش كيجي ذهبي زوين. انا ما غنعطيهاش طيب بزاف، غنعطيها تقريبا واحد نورمالمون خصني ندير غير 19، ولكن هنايا درت 20. هنا كي كتشوفوا كنوجد الروز، كناخذ فلفله كنقطعها صغيره وكندير معلقه ديال الزبده وكندير شويه دويمه ديال الدجاج، وكنوضع الروز بعد ما كيسقى كلاصي كنلوحو كتجي روعه هاد المرافق ديال الروز. هنا اللي بقى ليا ديال الهبره ديال القرش كندير لها لاشابلوغ، كيعجبني انا هاد الطريقه بلاشابلوغ، ديجا بارطاج معكم. هنا هي وقفات الطبق درتو الصحي لولدي والراجلي، كيجي رائع البنات شوفوا كيفاش كيجي مقرمش وكيجي ذهبي زوين. هاد لاباري كما قلت لكم بارطاجها معكم في مستقل. هنايا بعد ما كتوجد لي الخضره كندير لها هاد الميلونجور هو اللي كنطحن به، يعني ما كندير مره كنديرها في المولينكس مره كنديرها هكا،
وهكا الصراحه كتجي زوينه وكتجي خاطره. ملي كنطحنها كنزيد ليها كريه باش كنزيد البن عليها، وتعجب اكثر في الدراري الصغار كيبغيو البنه، وهنا خصها تكون خاطره البنات. شوفوا حبيباتي، لازم الشوربه تجي بحال هكا خاطره، صدقوني الا درتوها لوليداتكم او نتوما شربتوها كتجي روعه روعه في المذاق. انا درت الالوان، يعني عطيتهم على 21 مينوت غادي باش نسالي نطلع نشرهم. وهذا هو الطبق ديالنا الاول الصحي اللي طيبته بملعقه واحده ديال الزيت في لاباري العجيبه، وكذلك الفريته هي في لاباري، وقدمته مع سلطه الطماطم والبصل الاحمر. كان هذا هو غدانا كما كتشوفوا، الفريت والروز اللي ديما جا كنبارطاجي معاكم، وهنا السمك والكريات ديال هبره القرش، وسلطه اللي غنيه بزوينه. هذا هو غدانا، ويلاه معايا. كذلك البنات كي بعد ما كيزيب لي الجوج النعناع، انا مباشره كنمسحو، كندير لانجيت وكنمسحو يعني بهذا، وكنرقدو في الخل كنخليه مده نص ساعه. كتشوفوا هذا النعناع عندي مده 10 ايام كيبقى زوين بالطريقه اللي كندير. فكذلك غنديروا النعناع جديد، كناخد زيف زيف وكنسردو وكنعصرو مزيان، وكنوضع النعناع كما كتشوفوا معايا هكا، وكنلفو وكنوضعو في بلاستيكه. قدمته كذلك مع سناء الكناني في ميز راديو، وكاع المستمعات جربوه وشكروني ليه في الطريقه زوينه. درنا الغوتي ما بارطاج معكم، ما درتش حاجه سبيسيال، كندير ديك الكيكه اللي كنت بارطاج معكم ديال الهنان. وانا بعد ما نعسو الدراري صراحه قال هنا كنبغي نبالي براسي، كندير ماسك الايديه كتعرفوا جافيل، وكنبقاو النهار كامل وحنا خدامين جافيل. فالصراحه دوك حرشوا لي ايديه، اش باغفو كندير ليغون، ولكن الاكثريه ما تنديرش ليغون، كندير الوقيته اللي كنبغي نعقم ملي كيجي بالزوج شي حاجه. فهنا كناخد قهوه، كل واحد كيدير على حساب المقدار ديال ايدي، انا كندير ملعقه. وهنايا جبت لكم وصفه جد بسيطه مبارطاجيها معكم في القناه بزيت اريان، ولكن اليوم غادي نديرها لكم بالزيت العادي، زيت الزيتون، ونوريكم كيفاش كنايطاليها في الايد ديالي. يلا هو معايا. هنايا كنجي اعزكم الله للحمام باش نوريكم كيفاش كنايطاليها مزيان. وهنا ضروري البنات كتاخدوا خلوه مع راسكم باش هكا شويه. صراحه انا وليت كنعيا بزاف في هاد لابيريود ديال الحجر الصحي، مع ملي كتفيقي كتبقي في كوزينه، الكوزينه نشير هكا، فما كينعسو الوليدات عارف كتفكري راسك. وباغفو صراحه ما كنتفكرش راسي، صافي كنكون منهمكه باغي فنعس. ولكن صراحه درت واحد الماسك مزيان خطير لوجهي، غنبارطاجيه معكم حتى هو. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو حتى الوجه يغلاض لهم، فجبت لهم وصفه اللي سهله ومن طون عطيتكم اثنين في واحد، غتبيض لكم وغنفخ لكم الوجه ديالكم، ونعطيكم حتى الاضرار اللي خاصه في المكون اللي كدير. فهنا كي كتشوفوا كنشد ايدي هكا كنبقى نحك ديك القهوه، واحد الريحه كتعطي زوينه بين الزيت الزيتون والقهوه. فهاد لو ماسك راني بارطاجيتو في القناه، وبزاف البنات ولاو معتمد عندهم. هنا بعد ما تخليه واحد 20 دقيقه كاع هكاك، وكنغسلو بماء فاتر البنات. كتشوفوا حبيباتي بعد ما غسلت ايدي هنا مباشره، ما درتش والله ما قطعتش الفيديو، خليت المونتاج عادي. شوفوا ايدي كتبقى حمراء وبريو. وهاد لو ماسك معتمدات بزاف البنات متتبعات، ديجا منزلاه في القناه بالزيت اريان، ولكن دابا درت لكم كما قلت سهل. هنا مباشره بعد ما كنساري، انك تعرفوا الاظافر ديالنا كيتهلكوا مع جافيل كثر التعقيم، لان ما كيما كنقول دائما المراه المغربيه راه ديما حادقه، وضروري على طول العام كنخدموا بجافيل، ولكن دابا كنبالغوا فيه لحقاش خايفين. الله يحفظنا من هاد الوباء ويرفعوا لينا يا ربي امين. فهنا كما قلت لكم تهلكوا لي شويه دفراني، اصلا صراحه ما بقاش ديك الاهتمام كما كنت قبل، لحقاش مع الخوف والعلاء كتنوض على الكوزينه وهذا. فكناخذ زيت الزيتون، جبت لكم هنا وصفه سهله، واصلا صراحه شفت عند واحد الدكتور انني اظافر ديالنا باش يقصحوا سبحان الله زيت الزيتون اذا كان فيرج يعني حره، فانه سبحان الله في واحد الماده اللي كتقصح لنا الدفران ديالنا. جربوه كل يومين او كل نهار
بالنسبه للناس اللي عندهم تدهور بزاف في الاظافر فغتحسوا بالفرق، وغادي ان شاء الله يتعالجوا لكم. هنا ملي كنسالي كنخليهم واحد نص ساعه، بغيتو تباتوا به فمرحبا، ما بغيتوش كديروا كوتون ديسك ولا كديروا لانجات كتمسحهم. انا كنخليهم شويه وكنمسح داك الزيت، وهذيك الليله كنكون دايره زيت الزيتون كنخليه في ايديا حتى الصباح. وكما قلت لكم حبيباتي، وهنايا كناخد شويه فاكهات ولا هكا الذره مالح، وكنبقى نتفرج كنطفي الضو، كندير الضو يعني خافت باقي هكا، وكنشعل الفازه عندي هنايا فيها هكا يوتيوب، كندير شي فيلم ولا كنقدر نتفرج في القناه ديالي او بعض الصديقات، وهكا كناخد خلوه مع راسي وكنشوف ديك التماره وهداك الشيء، كنحاول نتسولاجا. وصدقوني اي صديقه كنسولها كتقول لك ولينا جري جري جري، والصراحه ولينا كنتعبوا اكثر من الايام العاديه، لان بحال كتقولي ما كاين يعني نفس الروتين كنديروه. وانا الصراحه غنبارطاجي معكم واحد الحاجه اللي كنديرها وكنلقى فيها راحتي، وهو كنحاول نخوي، او ميم طون غادي تعجب بزاف المراه المغربيه. غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله، بارطاجيت مع الصديقات في الخاص وعجبتهم الفكره فغنبارطاجيها معكم. والله يعاوننا على هذا الحجر الصحي، والله يرفع علينا البلاء والوباء، والله يرحمنا، والله يلطف بنا، والله يبلغنا رمضان ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين. ما تنسونيش بالتشجيعات واللايكات باش كنعطيك اكثر، ولا عجبكم بحال هاد لا فيديوهات خلي لي ان كومونتير باش نبقى نديرهم معكم. صراحه كنحشم، ولكن الا كتبتوا لي غنديرهم ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم احلى متتبعين ومتتبعات، اليوم تحت طلب عديد من بعض المتتبعات نزلت لكم طريقتي ديال الدغميره بتقديم رائع. قمت لكم طبق مغربي بطريقه عصريه وتقديم بريستيج، ولكم الاختيار في التقديم، فمرحبا بكم في الفيديو غينال اعجابكم. صوره الدجاجه بعد ما طابت بفيرميسيل ذهبيه. رافقته بالخضر وبسلطه خفيفه ظريفه، فلكم الاختيار في التقديم. قدوا حبيباتي، تحطوا الدجاجة وتحطوا الدغميرة والبيض مسلوق اللوز، حتى هي طريقة زوينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شيوة بنات أم جاد من جديد. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد طبق مغربي تقليدي، ولكن أنا غادي نقدمه بطريقة عصرية وبتقديم بريستيج. وهنا كنطالب بعض المتتبعات أن نوريهم الدغميرة كيفاش نصايبوها، فمرحبا بكم في الفيديو. كما كتشوفوا معايا هنايا عندنا دجاجة فيها 2 كيلو، هنا مغسولة مزيان بسكنجبير والملحة والخل وكذلك الحامض، وكنخليها وكنديرها كما كتشوفوا في السلوفان وكندخلها في كونجيلاتور. هنايا جبتها باش انها ديكونجلات. غادي نستعمل زعفران، وعندي السمن الحيل الاصيل اللي كيتستعمل على الايد، وعندي الموطار العادي يعني ماشي الالونسيان يعني العادي، وعندي شوية القزبرة الربيع، وعندي شوية الكركم، ويكون عندي شوية البزار والسكنجبير والقرفة. القرفة البنات انا كنديرها في جميع المرقات ديالي باش كتعطيني واحد اللذة. وهنا عندي الهريسة غنماريني بها حتى هي، وكتبقى لكم الاختيار. وعندي كذلك الملحة وزيت الزيتون. وهنا غادي عفوا البنات ما قدمتهاش هنايا، تحطهم على جنب. عندي هنا تقريبا واحد فص صغير ديال الثومه اللي كتكون فيه السر الفصوصه ديال الثومه. كناخد اناء ولا كناخد اسيت اللي غنمريني فيه، كنوضع هنايا شويه القزبر وشويه الربيع. هنا كدير واحد الكميه لا باس بها باش انكم غتمارينو فيها الدجاجه، او ميم طون غتمارينو فيها داك لاصوص اللي غيشيط، غتمارينو فيه الكبده والعنق والجوان الجناوح اللي غتشوفوني غنحيدهم، وهذوك هما اللي ان شاء الله غادي نصايب بهم الدغميره. هنا بعد ما كندير الربيع كندير الكركم،
كندير هنا سكنجبير، وغادي ندير القرفه، وغندير الابزار، هنا غندير السمن ديالي داك الحيل، كندير معلقة من المطارد، هنا داك البنات داك الزعفران اللي قلت لكم كتاخذوا اي كاس، فانا خاطر كان لي نديرها في الاول، كتاخذوا كاس وكديروا فيه تقريبا نص كاس ديال الماء اللي غتمرينيو به في الاخر على هاد لاصوص، وكت كما شفتوا وكتضيفوا ليه الماء باش كيطلق بالزربه. فانا صراحه خصني ندير هاد العمليه في الاول، فدرتها حتى الوسط هنا نسيت، مع انني غنمارينيه بالليل والغد اللي عفش غادي نطيبه. وهنا كما قلت لكم الثومه راه نسيت ما حطيتهاش في المقادير، مي انا درت 5 الصوص ديال الثومه محكوكين، لان كتعرفوا الثومه كتبن لنا الطاطير حتى هي المغربي. شتي هنا يلا بدا كيطلق ليا بشويه بشويه. نورمالمون هاد العمليه كديروها في الاول قبل ما تبداو غتماريني، وغتحطوه الاول زعفران باش ما كنتو ما كتبداو كتصيبو شي حاجه اخرى كيطلق لكم داك اللون ديالو ديال الزعفران. وكما قلت في اللي ما عندهاش زعفران تقدر دير ديك الدويمه ديال الزعفران. هنا كندير الهريسه كما قلت لكم، وكتبقى اختياريه الهريسه. وكنزيد الملحه وكنزيد زيت الزيتون. وهنا كنماغيني داك لاصوص ديالي كامل، ولكن هنا البنات راني تفكرت انني ما زدتش الثومه في المقادير كما كنأكد عليها، وزدتها في الاخير في الماغينات ديالي. كنزيدوها مع لاصوص باش هي كتجي كيعطينا واحد البنه للجو ديالنا. هنا راه قبل ما نحل الدجاجه ديالي كما قلت لكم زدت 5 الصوص ديال الثومه حكيتهم وزدتهم على المارينات ديالي. وكما قلت لكم فهادي غنرقدها اليوم بالليل، والغد اللي عفش غادي نطيبها. هنا جبت الكبده وغادي نقطع من بعد حتى غنماغيني، غادي نقطع دوك الجناوح ديالي وغنقطع العنق ديال الدجاجه.
وهنا كي كتشوفوا حبيباتي، بعد ما راني قلت لكم ضفت ليها، ضفت الثومه مع الماريناد، وكما قلت لكم كتدخلو مزيان الترقيده، يعني دخلوها في الجوب ديال فوق السدار هذا، وكنثقبها بالفرشيط الفخاد والستار هكا. ويستحسن البنات ما عمركم تجيبوا الدجاج ديك الساعه والغد لي هذيك العشيه غطيبوه لهذا، فضروري تخليوه ماغينات كتدخل فيه، والغد لي عفش كيطيب الدجاج باش ما كيبقاتكمش يكونش قاصح. وهنا كما غتشوفوا قلت لكم قطعت العنق وقطعت الجناوح مع الكبده، فهما هما اللي غادي ندير بهم الدغميره. وهنا هذا الخيط ديال يعني خاص بالمطبخ كنربط الرجلين ديالها، نورمالمون خاصة تكون الجزار قطع ليا هذيك يعني العيبه اللي كتكون اللور، فنورمالمون خاصة تكون تبقى هي هذيك باش كنخشوها احتمايه في الرجلين، فهو انا قطعها ليا ماشي مشكل. هنا كنربطها بهذا الخيط ديال المطبخ جيدا، وكنخليوه هذا الخيط يعني صحي. نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا اشنو غنديروا بالجناوح والمسائل الاخرى. فهذه ان شاء الله غنمغيناها وغنخليها حتى الغد ليا عفش غطيب اللي باش تدخل الماريناد والدجاج ديالنا يجي فتي. شتو كما انا قلت لكم كنتكها بالبخا طيباش، دابا غادي نتكها هكا الفخيدات وكتكي حتى صدر. كي كتشوفوا معايا دابا الصباح هذا هنايا انني فكرت غادي ندير لهم سلطه ماشي، فكندير كاس ديال ايبلي ديال الزرع كما كتشوفوا اللي كيتباع في الاسواق الكبرى، كندير كاس وكل واحد كيدير على حساب الافراد ديال الاسره ديالو، وغنديرو في الماء وغندير عليه شويه مليحه ونحطو خم كيتسلق 5 دقائق. البنات حضيو معايا راه دغيا كيتسلق اللي تعجل ليكم. وهنا كتشوفوا كندير ليه شويه مليحه وكما قلت لكم 5 دقائق ما تفوتوهاش لان كيتعجل. هنا بقى هنا درت البريكولي تا هو كيتسلق وكذلك الماء. وهنايا بعد ما كيشوف كتدخل الماريناد وكتعطي واحد الرائحه رائعه، انا تسلق ليا البريكولي كنهزو كما كتشوفوا في الصفايه، كنحطو مباشره في شي صفايه بحال هكا ديال البلاستيك او ديال الحديد، وكنوضع فوق منه كما غتشوفوا لي غلاسون. وديجا هذه قلتها لكم هذه المعلومه ان لي غلاسون كيحافظوا لنا على الطراوه ديال الخضره، وكيعطيوها النوع ديالها كيخليو لها اللون ديالها. وغادي غنخليو حتى غنقدمو عفش غنصوطيه مع شويه الزبده والربيع والباز او الثومه والزيت العود والملحه، وكذلك الخيزو حتى هو غادي تسلق. ايبلي كما قلت لكم ها هو دغيا تسلق ليا، باقي ما دخل الدجاج وتسلق. هنا الشعريه الصينيه تكبيت على الماء طايب وقطعتها باش غادي ندير لها نزيد لها هذه البطاطا تاهي درتها تسلق، وهذه الشعريه غنصفيها باش ندخلها في الدجاجه ديالي. البطاطا تاهي درتها تسلق باش غندير لها واحد الطريقه في الاله بدون زيت، غتشوفوها حتى هي معايا. داك الماريناد اللي تتبقى في الدجاج كناخذها في التفصيل وكنوضعها على الفيغ ميسال ديالي وكندخلها في الدجاج. هنا ديك الجناوح والكبده زدت عليهم الماء والبصله وغادي نطيبها. كي كتشوفوا حبيباتي راني ضفت الجلبانه اللي سلقتها ودرت الطون والمايونيز والملح والبزار، وغنخلطها في السلطه ديالي. جناوح الكبده والبصله بديك الماريناد اللي ترقد فيها زدت عليها الماء وخليتها توكح. البطاطا بعد ما سلقتها كما قلت لكم كندير لها شويه الربيع وشويه بابريكا وشويه الكمون والملحه والثومه المجففه. هنا مباشره كنديرها في لاباري باش تقرمل ليا، كنضيف لها ملعقه صغيره ديال زيت العود ونتلاقاوني غتخرج. تشوفوا هذه البطيطوس ديالي بعد ما تنطفي عليها من لاباري كتجي مقرمشه وكتجي زوينه بهذوك المذاقات اللي درت لها كما قلت لكم، الثومه المجففه البصله المجففه وكديروا الربيع وشويه التحميره باش تعطيكم لا كولور، والكمون والملحه كتجي ولا اروع. ودرت على انا شويه زيت العود باش درتها في هذه الاله ديال جهاز يعني بدون قلي، وغادي نتلاقاو ان شاء الله باش نشوف المكونات الاخرى اللي درت مع الطبق ديالنا ديال الدجاج. دابا دخلته للفرن راه كيطيب كما قلت لكم، الدغميره طابت في داك لاصوص اللي ترقدات فيه، زدت شويه القرفه. شوفوا معايا حبيباتي هذه الدغميره ديالنا بعد ما وقفتها كي كتشوفوا، لاننا غيسولوني لبعض البنات فهداك الكبده والكبده والجناوح
وهما ديك الماغينات اللي ترقدت فيها هي اللي زدتها، زدت لها شويه القرفه فقط وخليتها مع البصله كتطيب، او ميم طون في الاخر كما وريتكم خليتها تا وكحات. هنا قدمتها كما قلتو مع ابلي مع البطاطا كما وريتكم، بريكولي صوتيته في الاخير، والدجاج ديالنا اللي متحمر والفيرميسيل اللي داخل غادي نوريه لكم ان شاء الله منين غادي نحلو، كيجي طبق متكامل كما قلت لكم. تقدروا ديروه في طبق عادي انكم تحطوا الدجاجه وديروا الدغمره من جناب وديروا البيض مسلوق والديكور ديال اللوز، اولا ديروا بحال الطبق اللي قلت لكم انا هكا كديروا الخضروات وديروا هكا يعني الطبق خضروات ساخنه وخضروات هكا يعني على شكل سلطه، لكم الاختيار في التزيين او في تقديم الطبق مع شويه تقدموه. تنتمنى تعجبكم الفكره وتنال ارضاكم وتبارطاجيو القناه مع صحابكم وحمامكم، وما تنسونيش من لايكات والتشجيعات باش دائما توصلوا بالجديد. كما كتشوفوا معايا هنايا الدغميره كانت تحت طلب واحد بعض الاخوات ديما كيسولوني في الخاص، فهنا نبيت لهم الطلب ديالهم. فغادي تشوفوا معايا كيفاش كتجي الدجاجه طيبه وكتجي ديك الفيرميسي الرائعه وداك اللون الذهبي اللي بغيتوا دهنوها بالزبده. شوفوا البوطيطوس كيفاش كتجي رائعه. هذه هي الدجاجه ديالنا من الداخل والفيرميسي كتجي ذهبيه والدجاجه كتجي ذهبيه. كنتمنى ينال رضاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مبروك عواشركم. واليوم بغيت نبارطاجي معكم الشباكيه حبيبه سيدنا رمضان واللي ضروري خص تكون في المائده. غنجيبها لكم اليوم بمقادير جد رائعين، وديجا انا مزلاها في 2018 بنفس المقادير. فاليوم غندير فيها اللوز بقليني. كي كتشوفوا عندي هنا شويه المسكه الحره كنطحنها مع شويه السنيده، عندي معلقه ديال الشمر او ديال اليانسون مطحون جيدا ومغربل، عندي معلقه كبيره ديال القرفه مغربله، وهذا هو اللي قلت لكم عندي 100 غرام ديال اللوز كنطحنو حتى كيعطيني الزيت ديالو كيولا كما كنقول لكم بخاليني كيجي معلك ورائع. وعندي 120 يعني بكاس العنب عبرت ما عامرش ديال الزنجلان ما محمرش، كندير مباشره كنقيه وكنطحنو حتى هو حتى كندير ليه الزيت ديالو. وعندي قفصه ملح وعندي كاس ديال الزبده ما عامرش حتى كنخليها كنحيد منها ديك الكشكوشه ديالها وداك الحليب ديالها اللي فيها، وكنخليها نوازيت كتعطيها اللون البنات كتجي رائعه جربوها. وعندي كاس حتى هو ما عامرش ديال زيت المائده، واللي بغات دير زيت الزيتون فماشي مشكل. كنحط المقادير كامله والنواشف وغمضه نبسبسو فيها، وهانتوما معانا فيديو. وكي كتشوفوا حبيباتي هنايا كنحاول نبسبس جميع العناصر اللي درت هنا. الصراحه كنت غادي نطيبها ونشبكها في الليل، وهنا صورت بالليل كانت شي عسي 8، ولكن بدات كتبكي ليا بنتي فانني حاولت انني نخسافي انني ما نقدرش، فخليتها حتى الصباح وجات وبسبستها فهي رائعه. فهاد القضيه عندي انا معتمده من سنين، لان شفتو لا فيديو ديال العام 2018 فاني بسبستها وخليتها ثلاثه السوايع ورجعت كملتها في الشباك. فهنا البنات للامانه الناس اللي بغى يخليها مثلا كيسولوني بعض الاخوات، فهنا اذا تشوفها الخميره الفوريه فانكم كتشبكوها وتبداو خدامين فيها، ولكن اذا كانت خميره الحلوى فماشي مشكل لان ما عندهاش فائده كبيره بحال الخميره الفوريه. كنخليوها نشبكوها ونخليوها تلغد ليه ونصيبوها نطيبوها، او تشبكوها دير في كونجيلاتور ماشي مشكل، ولكن الا كانت خميره فوريه فلا. فهنا كي كتشوفوا غنخليها وندير لها بوبي فيلم ونخليها حتى الصباح.
وكي كتشوفوا حبيبتي هنايا بعد ما خليتها الصباح كنكون مغطيها بالبابي فيلم او السلوفان، فانا شوفوا كي كتجي رائعه البنات، كتجي مبسبسه وكاع دوك المواد اللي درت انسجموا مع بعضياتهم، عطيت واحد التهليكه بيناتهم زوينه. فهنا غادي نزيد كما غتشوفوا معايا، غندير صفار بيضاء وغنزيد عليها 3 المعالق ديال الخل، يعني هي 50 غرام ديال الخل. فانا البنات غنعطيكم بالغرام وبهذا، وغنخلي لكم في صندوق الوصف. وعندي خماره بوزن 8 غرام كتكون ولا 7 غرام، انا عندي هذه فيها 7 غرام. وراس هنا البنات شوفوا راس ديال الخميره الفوريه، يعني ماشي بزاف غير الراس، شوفوا التفاعل اللي عطاني ديال الخل وديال الخميرات بجوج. فهنا العمليه بغيت نوري لكم باش تحصلوا عليها حتى نتوما، كتعطيكم واحد التكه رائعه. وهنا عندي 150 ديال الماء، عندي 150 ديال الماء الزهر العامري. فهنا البنات كما كتشوفوا معايا كندير الزعفران حون في الماء ولا ديروه في الماء ورد، والماء على الامانه راه دافي البنات. هنا الماء اللي عندي دافي كندير فيه داك الزعفران ديالي حتى يطلق، وكنبدا نخويه على الخليط ديالي ونجمع. هنا البنات كتقدر تكفيكم حتى 150 ديال الماء، وكتقدر تكفيكم اكثر على حساب الدقيق ديالكم واش كيشرب ولا ما كيشربش. فهاد الطريقه الصراحه ديال التبسبيسه ديالي ديال هكا ديال هادي معتمدها سنين، منين بديت كندير الشباكيه او المعسلات، فطريقه الشباكيه كتجي رائعه بحال هكا، وخصوصا لما تكونش في الخميره، وخا تخليوها حتى الصباح ماشي مشكل، او تزيدوا المواد ديالكم ماشي مشكل البنات. فهنا في طريقه الدلك ما غنحتاجش انا ندلكها بزاف، غندلكها غير واحد 3 دقائق هكا، كنحاول نجمعها ونخلط العناصر، فدغيا كتجمع ليا وكتعطيني العمليه يعني جد سهله. كي كتشوفوا هنايا جمعت العجين ديالي، اللي حصلت عليه هذا العجين بحال هكا، وغادي نقسمها الى اجزاء باش نبدا نديرهم في البلاستيكه. هنايا بحال هكا الزعفران تقدروا تحيدوه ماشي مشكل، كما كتعرفوا البنات ماشي العجينه تكون كما غنقول دائما انها تكون قاصحه بحال الحجر، لا تكون يعني متماسكة، ويعني انها ماشي جارية ولا السوائل ديالكم ولا هادي هادي، باش كتعرفوا العجينة ديالكم راه ناجحة كتحصلوا عليها بحال هكا. غادي نجمعها ونخليها في البلاستيكة ترتاح واحد 3 5 دقائق حتى 10 دقائق. كي كتشوفوا حبيبتي بعد ما خليتها ارتاحت، كناخد الكرات اللي كتكون اللي كيسمع العجينه قاصحه، ماشي البنات قاصحه بزاف لا بحال الحجر، لا كتكون قاصحه يعني شاده في راسها، ما ماشي متلوقه ماشي مرخيه، كتكون انها شاده في راسها. ولقيت اللي كنبغي نطلقها بالمدلك فكتجيني سهله كي كتشوفوا. فانا كنعطيها ليتور بحال هكا كنربعها، وكنديرها على شكل كتاب بحال اللي كندير في لاباط فويتي، وهنا كتجيني هذه العمليه سهله. كنكمل العمليه كلها اللي عندي، وهنا بعد ما كنكمل كناخذ الاول اللي طلقت، كي كتشوفوا كيجيني ساهل، ها هو درتو على شكل كتاب، ولقيت اللي غادي نبغي نخدم به فانا كنطلقو بالمدلك ساهل مباشره كندوزو في الماكينه. وانا شحال من مره جربتها بلا بالمدلك والنتيجه رائعه. كي كتشوفوا كنعاود نبقى ندوز كل مرحله، كنعطيها المسطى وكندوزها في الرقيقه، وكنطبعها بهادي باش كنجيبها هي هذيك البنات. كنتم غتشوفوا بعد ما كنخرج الماكينه انا كنقسمها هنا كما كتشوفوا، هذه ديال 5 كندير وحده على وحده على وحده، 3 كنهزهم كنطلق جوج، يعني كندير وحده ا وحده لا وحده ا وحده لا حتى كنكمل. كيلو عندي 3 ملاصقين مع بعضهم، وجوج كما كتشوفوا ملاصقين مع بعضياتهم، وكنشد القناه وكنحطها باش كنساعد راسي انها تجيني ساكته. وهكا كنقطع دوك الطول ديالها باش ما نخليوهاش طويله، نعطيوها منظر زوين. كتجي بشبكه وانا كنحاول نحلوها، كتجي عملية سهلة بنات وزوينة. والبنات هالطريقة صدقوني كتجي زوينة، غير تعلمو تشبك راه ماشي شي حاجة صعيبة، وكتعطيو جمالية كي كتشوفو هاد القناة، كنلصقهم وكتلفيها يعني كتلصقو. فهنا البنات في المرحلة ديال القناة لصقوهم جيدا، واستعنوا بالسطح العمل باش انها تجيكم سهلة وتبان لكم الرشمة. صدقوني البنات راه حتى حاجه موعره،
يعني غير الزعامة هي اللي كدير كل شيء. فكنعرف تبارك الله بنات ماشي محترفات في الطبخ، وما شاء الله شبكو تشباك زوين، تشباك كيبقى البنات غير ابتكار وابداع، وكل واحدة كيفاش كتشكل داك العجين ديالها. هنا غنعاود معاكم واحدة اخرى ثانيا، سهلة ماهلة، شو كتخليوها كالفراغ. فانا كنحاول كل وحدة نبينها ليكم، وكنحطو هاكا على سطح العمل وكنقطعها. ديما البنات صوب هاد القطعة سوا تقطعوها بالموس، غنبقاو غاديين على هاكا تنكملو العجينة. وفيما العجينة اللي كتشطنا البنات كنجمعها وكنديرها في البلاستيكة وكنجبد وحدة جديدة. كما كتشوفو معايا كتجبدو وحدة جديدة، كدوزوها بحال هكا في الماكينة ديالكم. هنا رانا خدامه في الماكينه، والسيجات هو كيلعب ليا فيها، دوز ليا فيها العجينه في الاشكال ثلاثه، دوز ليا فيها العجينه كيديرها في الماء ويديرها، ولكن ماشي مشكل. فهنا تا هو درت معاه النشاط، دار العجينه سردها ليا شويه، وكيما ماشي مشكل كما قلت لكم. كنحاول تا هو نخليه انا خدامه وتا هو نوريه، وراه كيساعدني بعض المرات وكيدور ليا. هذا صراحه الله يخليهم ليا يا ربي هو واخته، والله يحفظ كل واحد وليداته ويطول بعمرهم يا ربي امين. بقوا معايا باش تشوفوا معايا في لا فيديو. هنا البنات في هذه المرحله كملت الشباك ديالي كامل كي كتشوفوا، عطاني جوج بلاطوات. وهنا الزيت البنات كيكون على نار هادئه، او تزيدوا فيها الوقت اللي غتحطي شباكيات نقصي، وحداكم كل شيء العسل، حداكم كل شيء هاد الصفاي ديال الكسكاس، والجنجل المحمر حتى هو حدايا. البنات هو الزيت تا سخن، جربتو هذيك شويه ديال العجين ديال الشباكيه في اللوحه، كتشوف في الفقاعات دابا مباشره غمضة اللوح الشباكيه ديالي. هنا كي كتشوفوا صافي البنات، صافي هنايا راه تحمروا شفتوهم، صافي هنا كنهزوهم. شوفوا حبيباتي العسل خصو يجي بحال هكا، يكون عاقد كما بارطاجيت معكم. كنخليها مغشيه في العسل حتى الوقت اللي كنبغي نهز الاخرى، عارفش كنهزها ندير لها جنجلان. شوفوا حبيباتي هذا هو الطبق النهائي ديالنا ديال الشباكيه ديالنا اللي جات معلكه ومجعبه وكتجي رائعه وشاربه العسل. صدقوني كتجي رائعه وهشيشه وبنينه. وهنا زوقتها باللوز افيلي باش اننا تكون غابه لانها راه فيها اللوز. الطريقه اللي درت هذه المره غادي تعجب بزاف البنات، واخا عرفت بزاف انهم شباكيه انا منزلها في 2000 في 2018، ولكن تا ديال 2020 جات رائعه، وزدت فيها بعض الاسرار وبعض الاشياء اللي غادي تعجبكم في المذاقات. فغنوريها لكم تتزين هكا، اللي بغات تزينها غير بالزنجلان، وكيفاش كتجي هشيشه من الداخل. اللي بغاو خافيها اللوز وبغى يزينها بزنجلان فتا هي كتجي رائعه، كتجي زوينه وعاطي المنظر، ومذاق ديالها رائع. كل مذاق عندكم صدقوني غادي يقول لكم، غير طلب منكم الوصفه، لان الصراحه كما قلت لكم بسبستها وبذوك المقادير اللي عطيتها عطاوها مذاق رائع. وانا عطيتكم اي حاجه بالتدقيق البنات، باش انني الامانه باش اي وحده جربتها فصدقوني كاين اللي كيعطي من وصفات من قلبه وكيعطيهم مضبوطين، وكاين اللي صراحه غير كيقولوا الناس كدير مقادير وما كتنجحش معاهم، كاين اللي تقطعت ليهم، كاين اللي بزاف الاشياء. ولكن الحمد لله حنا كنحاولوا نعطيو وصفات من قلبنا وكنشرحوا وكنشرحوا. كنتمنى ما تبخلوش عليا من اللايكات وتعاليقكم زوينه. شوفوا كيفاش كتجي هشيشه البنات، شتو كتجي هشيشه، حتى اللي ما عندوش سنان يعني علاش لا ما ياكلهاش. كنتمنى
تعجبكم الوصفة وتنال إرضاكم وتبارطاجيو القناة مع صحابكم وحبكم، وما تنسونيش باللايكات وتعقلكم الزفينة، ومبروك عواشركم وتصوموا إن شاء الله وتعودوا، والله يرفع علينا هاد البلاء وهاد الوباء، والله يرحمنا والله يرجعنا لأيامنا العادية، وإلى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شوات بنت أم جاد من جديد. شكرا للمتتبعين جداد اللي تدافعوا القناة، كنقول لكم شكرا بزاف ومرحبا بكم، وإن شاء الله ما غادي نكون دائما عند حسن ظنكم. اليوم جبت لكم حلوة تاني جد اقتصادية، وصدقوني غتعجب وليداتكم، اللي فيها كاس معمر ديال الزيت، وعندي فيها كاس النشا، وعندي فيها كاس سكر كلاسي، ودائما انا في الحلوى كنخدم سكر كلاسي، وعندي نص شاسيه ديال خمر الحلوى، وعندي قبسه ملح وفانيا وبيضه، وهنا 125 غرام ديال الزبده بحضارة المطبخ او 3 المعالق كبار عامرين، ونص ولاغوم ديال الليمون اللي كيعطي واحد النكهه رائعه وكتجي هشيشه، انا كتعرفوا الحلوه ديال النشا كتجي رائعه. وغادي نخلي لكم صندوق الوصف دائما المقادير بالتدقيق، وهنا دائما ملي كنبدا نخدم الحلوه من غير كيلو كنديروا 500 غرام البنات باش تعرفوا، فهنا غتقدرني انا بالتمام 500 غرام. اول حاجه كما كتشوفوا معايا خديت داك الكاس ديال العنبه، هنا ما عامرش يعني تقريبا نقولوا كاس صغير ديال اتاي، صغار من ديال العنبه. غادي نضيف ليه كما قلت اما 3 المعالق كبار او 4 كبار ديال الزبده، انا هنا عبرتها 125 غرام ديال الزبده، كما كنقول دائما الزبده تكون لينه، تخدموا بلا بواط ولا تخدموا بسبيسيال، ما تخدموش هنا بمارغارين باش تعطيكم الحلوه كتجي فيها المذاق اللي زوين. هنا ضفت ديك الفانيا، وضفت داك السكر كلاصي، ودائما سكر كلاصي البنات يكون مغربل، هنا راني مغربله ولكن مع تجمع مع بعضياته. كما كتشوفوا معايا كنحاول نلبس دائما الزيت مع الزبده مع السكر، هذه ضروره البنات تخدموها. وهنا تقدروا تخدموا غير في اناء، فهنا كيعجبني انا الحلوى نخدمها في القصريه المغربيه، هنا كما كنقول دائما كنحاول نلبسوها جيدا من البنات، كنهضر للمبتدئات ضروري من هذه الخطوه، ونعكوها مزيان حتى كتولي لينا واحد الخيط كما غتشوفوني غادي ندير ليه بايدي، وكتولي عندنا واحد العجينه اللي جد رطبه. هنا البنات تعمدت كيف دائما ما غاديش نزرب لا فيديو، خصوصا في بعض المراحل اللي كنبغي البنات يشوفوهم. ومن هذا المنبر كنشكر البنات اللي عجبتهم الحلوه اللي نزلت، وشكروني بزاف عليها، فكنقول لكم ما خسرات في وجهكم، انا دائما كنحاول نكون تحت طلبكم وندير لكم حاجه اللي زوينه وراقيه، واوميم طون تعطيكم مذاق وتحمر لكم الوجه قدام العائلات ديالكم. وبالنسبه كنشكر الاخت هناء اللي عجبتها بزاف لاباط فويتي، انها دارتها وخرجت لها تماما الحل ديالي كيف صيفطت لي التطبيق، تنقول لها هنيئا لك، فانها شكرتني وقالت لك غتولي عندها معتمده، فكنقول لها برافو عليك. كيعجبني شي واحد اللي كينزل الوصفه البنات وكتنجح ليه 100%، فهذا هي الفرحه ديالي البنات صدقوني. هنا بعد ما ولات ليا
يعني العجينه كما كتشوفوا مع بعضياتها يعني متماسكه ولا ترطبه ولات كما كنقولوا يعني على شكل خيط كنهزك ولا بحال بحال. هنا مباشره كنضيف ديك البيضه ديالي باش غنبدا ندخل المواد الاخرى. غادي نكملوا ان شاء الله سلسله الحلويات العيد. هنا كنطالب بزاف المتتبعات قالوا لي ام جاد نزلي لنا بعض الحلاوي الاقتصاديين، فهنا كنطالب تاع ديالهم. فراه باقا ما كملتش لكم الفيديوهات ديال شهيوات رمضان، باقي عندي كوكلي معمر، باقي عندي المقيله اللي كان على طالب كثير وبزاف المعجبات داروها، فكاين اشياء اللي زوينه غادي ننزلها لكم ان شاء الله. كنتمنى تشجيعات ديالكم كنقول دائما اللي كتوصل للقلب وتتعطيني ديما طاقه ايجابيه. كنشكر بزاف الناس اللي كيخليو لي تعاليق اللي كما كنقول كتعطيني واحد الفرحه. شكرا لكم بزاف بزاف وبيكم باش انا دائما ان شاء الله انا غنمشي لقدام وان شاء الله غادي نوصل بتشجيعاتكم. هنا كنزيد هاد لاغوم البنات صدقوني كيعطي واحد المذاق رائع، سواء في الكيك سواء في الحلوى سواء في اي حاجه درناها في هاد المذاق ديال الليمون كيجي رائع صدقوني. ومع ديك الهشوشيه ديال النشا غادي تحسوا بواحد المذاق غادي يمشي بكم، تحسوا بواحد الاحساس لي زوين. بغيتكم تجربوه وخصوصا ديروا هاد لاغوم ديال الليمون. هنايا مباشره ضفت ديك النشا ديالي صافي هنا باش غادي نبدا نجمع العجينه ديالي وغنضيف ديك الخميره ديال الحلوى اللي ذكرت يعني نصف ديالها، واللي خافت ما تعبرش فغتكبها كامله في شي حاجه وتقسمها على جوج باش تجيها هي هذيك. هذو بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش يعبروا، هذه كنت خدمت منها انا بجوج غرام اللي خديت وخديت منها 10 فولات عندي 8 غرام ولات عندي 4 غرام حيدتها و4 غرام خليتها. وهنا غادي يبقى ليا كما قلت لكم نجمعها وغنبدا نزيد التدقيق بالتدريج. وهنا بالتمام عبرتو البنات اللي كيطلبوني على انني شحال دقيق بالضبط، فهنا نزل ليا 500 غرام يعني ما يعادل 5 كل اللي ما غتعرفش عندهاش الميزان هنا ما يعادل 5 كؤوس ديال العنبه اللي كيكون فيه 150 البنات. كما كنقول لكم كاس العنبه راه فيه جوج انواع، كاين ديال 200 غرام وكاين ديال 150 غرام. هنا كتلعبوا بها بايديكم وتتحسبوا بها رطبه بزاف فغتشوفوها مختلفه على العجينه الاولى، وهنا رطبه 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 وحتى ملي تتكال كتبقى رطبه وما تتبغيش الفران البلاص بزاف. كي كتشوفوا هي هذه العجينه ديالي اللي جمعتها ب 500 غرام ديال الدقيق. شوفوا باش تعرفوها ناجحه معكم كتاخذوا منها واحد شويه وكتكوروه بحال هكا على شكل غريبه فكتعرفوا ان ناجحه. شوفوا هنا الدقيق راه بالتمام كمل. هنايا غنبدا نشكل فيها ونحطها في اللاطه ديالي. بالنسبه للناس كيسولوني فانا كيعجبني انا اللاطه ديالي ما تتلصقش، ولكن كيعجبني البنات ندير بابي كويسون هكا فاش كتعطيني حتى الحلوى ديالي واحد هذا ما كتوصلش لها العافيه بزاف، لان انا الصابلة البنات او الحلوى راه ما تنعطيهاش طيب بزاف فكنعطيها طيب من التحت وكنطيب من الفوق. بالعكس الا كانت غريبه او الا كانت البهله ولا شي حاجه فكنطيبها من الفوق باش كنطيب من التحت. وان شاء الله غادي ننزل لكم يعني تحت طلبكم يعني حلويات اللي جد رخيصه، وان شاء الله غادي نلبي لبعض الاخوات صابلي البريستيج ان شاء الله. غنبقى نشكل فيها هكا حتى نكمل العجين كلها. هنا بعد ما كملت العجينه في هاد اللاطه غادي ان شاء الله هنا شعلت الفران باش يسخن. شوفوا حبيباتي كملت اللاطه ديالي شعلت الفران من التحت غادي يسخن وغندخل اللاطه. كتشوفوا حبيباتي ذوبت الشوكولاته البيض والشوكولاته الاسود ذوبتهم في كندير كاسخونه وكندير فيها الماء وكندير لها يعني كباغ ماغي يعني في حمام مريم حتى كيذوب جيدا، وكندير معاه شويه الزيت لان هنا خدمت غير بالشوكولاته كالا حتى هي خدمتها. وهنا شوفوا ديال الحلوى ديالي اللي كتجي بحال هكا. البنات كنقول لكم هاد الحلويات ما تيبغيوش تطيب لا هما لا الصابلي، اللي شافها غيصحابها ما طيباش مي هي راه طيبه. شوفوا كتجي على هاد الشكل هذا الحلوى ديالنا، حاولوا ما تعطيوهاش
الحمورية بزاف، وشوفوا هذوك اللي كيبانوا ليا في الجناب، راه انني خليتهم غير طفيت الفران وخليتهم، شوفوا كيفاش تحمروا بزاف، فما خاصهمش يتحمروا، كنغمسها بحال هكا. وهنايا انني بغيت نديرها، فتحت حلويات يعني رخيصه، فهنا درتها زوقتها، خيط حاولوا البنات وحنا في حجر صحي، يعني اللي عندكم في الدار. هنا عندي انا متواجد هاد الفيغميسيل كولوري، وعندي هاد الفيغميسيل شوكولا نوار، فكنغمسها بحال هكا وكنهز بالفورشيت. اساس ما حنا البنات ما حطيتش الكاميرا في التريبي، يعني بقيت هزاها، هذا هو علاش ما تقادش ليا، كنصور بايد وكندير بايد، فاساس ما فان عادي. هذه هي اللقطه اللي بغيتكم تشوفوها، انكم كتغمسوها في الشوكولا وتتحطوها بحال هكا. هنا لصقت ليا في الفورشيت ولكن معليش. هنايا وصافي كبداو ترشوها بهذيك الشوكولا اللي درتوها بالبيض، كديروها بالشوكولا الكولوري يعني الملون بحال هكا، واللي بالنوار كديروها بشوكولاته نوار اسود، وكتبقاو مستمرين حتى كتكملوا الكونتيتي كامله اللي عندكم. وكما قلت لكم هنا كيبغيوها الكبار كيبغيوها الصغار، وصدقوني كتجي لذيذه لذيذه بزاف هكا لشرب اتاي والوليدات ديالنا. وهنا راني خدمت معايا الولد ديالي باش انه حتى هو عجبو هاد الاكتيفيتي اللي درت معاه ديال الحلوه، وهاد لاكولوغ هو اللي اختار هاد لاكولوغ. عندي هذا وعندي واحد اللون اخر غنوريه لكم، وغنبقى مستمره حتى نكمل الحلوه ديالي ونوريكم الشكل النهائي ديالها. هنا كنغمسوها في الشوكولا السوداء، وكنديروا نفس الطريقه اللي خدمناها بالشوكولا، غنزيد عليها الشوكولا السوداء. كي كتشوفوا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديالي بعد ما كملتها، حطيتها في البلاطو بحال هكا باش نبريزونتيها ونوريها لكم، كتجي رائعه البنات، وصدقوني كتجي هشيشه هشيشه، والوليدات ديالكم غادي تعجبهم، والاهل ديالكم غادي تعجبهم، وصدقوني وحتى نتوما اللي صيبتوها غادي تعجبكم، لانها كتجي هشيشه بالناشه، وداك المذاق اللي كيعطيها ديال الليمون كما قلت لكم، غادي تجربوها وغادي توصلوا على المذاق اللي كنقول لكم. وغادي نوريها لكم كيفاش، شوفوا كيفاش كتجي بيضه من الداخل وكتجي هشيشه البنات، صدقوني. وحاجه واحده اللي بغيت نقول لكم، الطون اللي تكونوا ديروا الشوكولا الا حطيتوها في تبصيله غتقدر تلصق لكم الشروط، حاولوا تحطوها في شي بلاستيك او تحطوها في شي بلاطو يكون مدهون او شي بلاطو يكون ديال البلاستيك، ما تحطوهاش في الجاج لان كتلصق مع الشوكولا. كنتمنى يعجبكم لا فيديو وينال ارضاكم، وتبارطاجيو القناه مع اصحابكم وحبابكم، ما تنسونيش من اللايكات والتشجيعات والاشتراك والبارطاج، والسلام عليكم. السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتي وقناتكم بنات ام جهاد، نتمنى يلقاكم هاد لا فيديو في احسن احوال. اليوم غادي نقدم معكم لا جينواز اللي كتجي ناجحه، وغادي نقدمها في عيد ميلاد وليداتي بجوج جوري وجاد، وغادا نبارطاجيو اول حاجه وهي لا جينواز، وغنوريكم المراحل اللي غندير في تحضير العيد ميلاد ديال الاولاد ديالي. اول حاجه كي كتشوفوا عندي 125 غرام ديال الدقيق الممتاز مغربل، وعندي 125 غرام ديال السنيده، وعندي ربعه البيضات درجه المطبخ حراره، عفوا بحراره المطبخ، وعندي فاني وقبسه ملح. هنا اول حاجه غادي نضرب البيض ديالي مع قبسه ملح حتى يطلع ليا ويضاعف، عفوا هنا كما كتشوفوا معايا البنات كنحاول انني نضرب البيض جيدا مع شويه القبسه ملح اللي ذكرت معكم. هنا كما غتشوفوا معايا حتى تعطيني واحد لاموس عافش غادي نقدر انني نزيد السنيده. وهنا كنعاود البنات بالنسبه للناس المبتدئات باش تعطيكم لا جينواز ناجحه البنات، وكتعطيكم هاد لاموس كما كتشوفوا معايا. هنا كنتاكد ان البيض بدا كيطلع ليا جيدا، خصوصا الا درتوه بدرجه المطبخ. هنا 125 غرام ديال السنيده غادي نضيفها كما غتشوفوا معايا، وغادي نكتب لكم ان شاء الله
في صندوق الوصف المقادير كامله ديال هذه التحضيرات الاولى اللي غادي نبارطاجي معكم. هنا بعد ما كما وريتكم غادي نزيد لاغوم ديالي ديال الفاني، وهنا يستحسن البنات لاجينواز انكم ديروا فيها الفاني، ما تحاولوش من غير الا كانت غادي ديروها صابلي ديال اولا جينواز اللي كتكون ببودره اللوز، اننا هنا ما كنديروش الفاني، فهنا غندير غير الفاني انا. وكما كتشوفوا هو طلع معايا الخليط، وان داك الهواء دخل ليا مزيان في السني ديال والبيض. هنا غنبدا ندير بالتدريج، يعني غنقسم الدقيق ديالي على 4. فهنا البنات ضروري انكم هاد سباتول انكم ضربوا من تحت لفوق البنات، وتدخلوا الوسط ومن تحت باش ما طيحوش داك الهواء اللي طلعتو ديال البيض والسكر. وهنا البنات ضروري ديروا عشيله، ما درتوش هذه العمليه البنات، فانكم غتقدروا تخويو الخليط ديالكم في اللاطه ديالها، وغتلقاو بان الحبوب كيتكتل ديال الدقيق، وكيجيكم يعني واحد الطبقات كيبان لكم الدقيق ما طافش في لاجينواز. فانا شحال من وحده سولتني البنات وكيصيفطوا لي بحال هاد التصاور، فحاولوا هاد الطريقه هي اللي كنقول لكم الناجحه، يعني كيديروها لي غون شيف ولا هكا بروفيسيونيل ديال لاجينواز باش تجي معكم ناجحه. كنديروا هاد الطريقه البنات، ان كنحاولوا ما نحيدوش لها الهواء ما نهبطوش، وكندخلوا من تحت للفوق من تحت للفوق، وكندخلوا الوسط باش الا كان شي تكتل ديال الدقيق ولا شي حاجه حتى هو كيتحرك لينا. انا كما قلت لكم درت على 3 دفعات، واللي غتخاف من الدقيق انه ما غاديش تنجح معاه دير بعاشقه بعاشقه، يعني ملعقه ملعقه. هنا كتشوفوا راه كنتعطل شويه باش تحرك، باش كنتاكد انني راه خويت كلشي الدقيق ديالي وحركته جيدا. فبالنسبه للناس اللي ما شافوش هذه ما ديرش بحال دير معلقه معلقه. هنا البنات عندي اللاطه ديال الفران ديال ايتيمات ديال 60 لتر، كما كتشوفوا اللاطه ديالو شويه كبيره. كندهن الزبده وكندير بابي كويسون باش ما يطلعش ليا، وكنخوي الخليط ديالي لا ديال جونواز كنسرحها كامله، غتجي كبيره امانه اش غنديرها في اطار كبير. وانتم معايا في المراحل كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو، شوفي فاش ملي كنخلطها مزيان كتجيني كلها ملبسه مع بعضياتها، شفتوا. هذه البنات نطيبها في الفران ديجا سخون على 10 دقائق. كتشوفو معايا حبيباتي غادي نصيبو مع بعضياتنا المرحلة الثانية، هو الكولي ديال البنان اللي كيجي رائع مع لاموس. هنا كندير حامضة أو جوج حامضات كبار، أنا درت حامضة كبيرة، نتوما ديروش حامضات إلا كانو صغار، كتعصروهم وتصفيوهم كيعطيكم قلاقة دهدا. وعندي لاغوم ديال الحامض أو تقدر دير ديال البنان، ما عنديش أنا درت ديال الحامض. وعندي 3 البنانات بدرجة يعني طيبات كما كتشوفو، وغندير تقريبا معلقة يعني كما تشوفوا ديال لاغوم ديالي ديال الحامض. كما قلت لكم اللي بغات دير ديال البنان كديرو، فهنا درت انا ديال الحامض كيجي لاسيديتي ديالو زوينه مع البنان. غادي ناخذ البلونجور ديالي وغادي نطحن المسائل ديالي كامله، لان كما كتقولوا غادي نحضر تحضر لا جينواز ونحضر لاموس ونحضر دابا الكولي، ونحضر معكم الموغانغ سويس وعاد نشوفوا المونتاج ديالنا. هنا كما كتشوفوا معايا غادي نطحن الكولي ديالي جيدا بهذا البلونجور حتى نحصل على واحد الكولي ملس. هنا بعد ما طحنت الكولي ديالي غنخليه على جانب ونحضره مع بعضياتنا. هنا كي كتشوفوا معايا لاجينواز ها هي دغيا طابت ليا البنات، ما تعطلتش ليا بزاف في الفران. غادي نخليها تبرد ونحضروا اللبن موغانغ سويس اللي كيجي رائع. وهنا البنات خاصكم تصمتوا هذه المرحله المهمه، كنديروا 2 بياض البيض، عندي 200 غرام ديال السكر سنيده اللي غادي نديروا معاه، وغندير هاد البول غنديروا فوق كاسرونه، يعني الكاسرونه غندير فيها الماء وتكون تكون صغر من كي كتشوفوا البنات ديجا درت كاسرونه صغيره ودرت فيها الماء خليته كيغلي، خاص يكون بحال هكايا. وهنا كندير داك الموغانغ سويس كيطيب على بحال هكا، يعني كنبقى نحرك حتى كدوب ليا ديك السنيده. علاش قلت لكم ما خاش القاع ديال البول ديالكم يوصل لكم الماء
باش ما يطيبش لكم البيض. هنا كنبقى نقلب مره مره كنشوف السنيده ديالي واش دابت ولا لا. فهاد المرحله البنات انكم هي كطلب لكم الوقت، ولكن باش يعطيكم لاموس او المورانغ سويس الناجح فكنخدموه بهذه الطريقه. هو كيكون ديفيرون على المورانغ الايطالي والمورانغ الفرنسي، فهذا زوين البنات ولكن كما قلت لكم كيبغي الخاطر، وضروري البول ديالكم يكون تكون كاسرونه صغر منه. هنا غادي ندوز باش نصايب معكم السيرو. عندي كاس كبير ديال السنيده ديال العنبه ديال السكر، وعندي كاسونس ديال العنبه ديال الماء. وهنا انا غادي نعطرو انني خدام بلاغوم ديال الحامض، كيجي مذاق رائع البنات وكيعطيكم واحد لاكولوغون في السيرو ديالكم. هنايا هو قرب يطيب ليا، عفوا قرب يندمج معايا المورانغ سويس. فكما قلت لكم كنبقى نحرك نحرك. هنا بعد ما كمشت لون درته مباشره في الباتور باش غادي نطلعو باش يعطيني واحد. شوفوا مش كتعرفوا ناجح، كيجيكم المنقار ديال المورانغ واقف. شوفوا شفتوا كيفاش كيجي. غادي ندوز دابا مباشره باش نحضروا 200 عندنا 250 ديال القشده الطريه. غادي نطلعها وما تحاولش نطلعها البنات مزيان ملي ما كنبغيو نخدموا لاموس، ما كنطلعوش القشده ديالنا مزيان. كتشوفوا عندي دابا ها هو الكولي صايبت معكم، وهذاك المورانغ سويس، والقشده كما شفتوا ما كنطلعهاش مزيان البنات. كنحاول نطلعها واحد ماشي تتوقف، لان انا الغرض بيا انها نخلطها مع العناصر ديالي باش تعطيني واحد لاموس لي زوين. هنا درت عفوا ما وريتكمش، عندي واحد ربعه الورقات ديال الجيلاتين درتهم في الفان اللي غادي نزيدهم اللاموس ديالي باش تشد لي تقبط لي مزيان. هنا الكولي زدتو المورانغ سويس، هادوما ربعه الورقات ديال الجيلاتين غنديرهم في الماء. وهنا كي كتشوفوا معايا غادي من بعد ما درتهم في الماء غادي نديرهم في الكاسرول انهم باش يذوبوا ليا بالزربه. يعني لو كنحط الكاسرول سخون كنحط فيها دوك الجيلاتين باش يذوب ليا. هنا غادي ناخذ الكريمه ديالي يعني كريم شونتي، وكنديروا لهذيك لاموس ديالي اللي خلطت مع الكولي مع المورانغ سويس. نتمنى انني نكون شرحت لكم مزيان. هنا بعد ما قلت لكم طلعت ليا لا مورانغ زدت فيها الكولي اللي صايبت معكم ديال البنان، ونال القشده كما قلت لكم هاي ما طلعش مزيان حتى كتوقف. وكنبدا نضيفها بشويه بشويه تدريج حتى كنخلط على واحد الخليط اللي متجانس. وهنا كما قلت لكم بعد ما كندير دوك لاجيلاتين كنديرهم في الماء، كنحاول نحيدهم وكنديرهم في الكاسرونه باش دغيا يذوبوا ليا، وكنزيدهم الخليط كما غتشوفوا معايا. وصدقوني هاد لاموس البنات جات رائعه. كنشكر جزيل الشكر صديقة والحبيبة لأنها بارطاجات معايا، الصراحة زوينة بزاف. وهنا كما كتشوفوا معايا دوبت الجيلاتين ديالي، درت الكاسرونة بالعفو أنها سخنات وحطيتو فيها ودوبت هكا باش ما يتحرقش ليا الجيلاتين، يعني دغيا كيدوب معاكم اللي كتكون الكاسرونة سخونة. وهنايا غادي نديرو على لاموس ديالي اللي ذكرت ديال اللي خلطت ديال الكولي بنان والمورانغ سويس والقشدة، ونخلطهم ونتلاقاو. شوفو معايا حبيبتي بعد ما بردت لي لاجينواز انا خديت الاطار المربع درتو كبير، وهنا خديت الكارطون او الباكيت اللي غادي ندخل فيه مباشره كما غتشوفو درتو شرحتو لتحت. ولاجينواز ديالي كما غتشوفو معايا درت الطبقه الوجه اللي كيكون تحت كنديرو هو الفوق. شفتو كتجي لا محروقه لا والو، لان الا عطيتوها الطياب بزاف غادي تخسر معاكم. حاولوا تعطيو 10 دقائق والفران ديجا يكون شاعل قبل ما ندخلوها. هذا هو السيرو اللي بارطاجيت معكم، كيجي كولوري كيجي فيه مذاق رائع ديال الحامض. وهنا كي كتشوفوا غنسردها. شوفوا معايا حبيباتي انا سقيت لاموس ديال عفوا سقيت لاجينواز ديالي كامله، وغادي نسكب داك الخليط كامل يعني لاموس ديالي. هنا البنات اللي بغاتها تجيها يعني عاليه لاموس انها تصغر المول، فانا المول ديالي حليتو على حدو باش غندير العيد ميلاد وغادي ندير فوتو ديال الوليدات ديالي، لان غندير دو غاتو. وهنا كما كتشوفوا معايا بعد ما صايبت معكم لاجينواز، هنايا غادي نزيد لي تارتوليت اللي ديجا منزلاها لكم في القناه ديال اللوز وديال الفواكه. فهنا غادي نحتاج 250 غرام ديال الدقيق ممتاز، و 125 ديال الزبده سبيسيال، وعندي قفصه ملح وبيضه. هنا كنضيف الزبده للدقيق وكنضيف ديك رشه ملح. وهنا غتكون عندي 60 غرام ديال السكر كلاصي غادي نضيفها من بعد هي والبيضه. هنا غنحاول نرمل مزيان هذيك الزبده ديالي باش كتجيكم ممتازه وكتجيكم رائعه، خصوصا كانت الزبده من نوع الحيواني وكتكون سبيسيال يعني ديال الاكل كنرمل بها مزيان ماشي مارغرين البنات.
كتجي هاد لاباط فريزي احترافيه وراقيه وكتجيكم كروكون يعني مقرمشه وكتجي زوينه يعني كتخدموا بها باللي بغيتو. هنا غادي نضيف داك السكر كلاصي غادي نغربلو وغادي نضيفو هنا البنات راه كلشي مغربل يعني السكر كلاصي كتغربلوه والدقيق حتى هو كتغربلوه باش كيجيكم كلشي ما فيهش حبيبات باش كتنجح معكم. هنا صافي كلشي مرمل ليا مزيان وهنا غادي نجمع بديك البيضه فقط. وهنا درت لاغوم ديال شويه ديال الفاني البنات شتو هي كتبدا تجمع ليا بلا ما نزيد لا ماء لا والو. غادي نخليها ترتاح في الثلاجه وغادي نصيبها في القوالب وها نتوما معايا كتشوفوا حبيباتي بعد ما دخلت لا جينواز ديالي للكونجيلاتور اني ساليت الحلوى ديالي الاولى هنا كما وريتكم بردت لي لاباط عفوا لاباط ديالي. غادي نسرحها على جوج ورق المطبخ وغنسرحها بالكا باش نبدا نلبسها في القوالب ديالها. شوفوا حبيباتي بعد ما سرحتها كناخذ العجينه ديالي وكنبدا نلبسها بحال هكا في المولات ديالي. انا حاولت انني نبارطاجيها معكم وكنحاول يعني الزوائد كنحيي لهم وكنلبسها مزيان وكنبقى نعاود نضغط لان هادو قوالب صغيره بزاف بريستيج غادي نبقى بحال كنحس نكمل القوالب كامله عندي وغنثقبهم وغندخلهم كونجيلاتور وهانتوما معايا كيجيو على هذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا حبيباتي بعد ما لبست القوالب ديالي كامله وخليتهم يرتاحوا في الثلاجه واحد ساعتين كونجيلاتور ماشي في الثلاجه عاديه كما كتشوفوا ثقبتهم ودابا غادي ندخلهم يطيبوا ونتلاقاو ان شاء الله باش نصيبوا لافارس ديالهم ونصيبوا لافارس ديال اللوز. كتشوفوا شعلت لهم عير من التحت فقط. كي كتشوفوا معايا حبيباتي هادو هما لي ميني تارتولات ديالي او لي تارت بريستيج. انا راه باقيين صغار فباقي في لاطا ديال الفران كنوريهم ليكم كيجيو على هاد الشكل كيجيو صدقوني مقرمشين كيجيو رائعين. هنا غادي نبارطاج معكم غنعمرهم كريمات الحامض انني غادا على صيغه الحامض وانني غنديرهم لي زونفون فغنديرهم نصهم بكريمه الحامض وكريم باتيسير الحامض وكريم باتيسير بالشوكولا وغادي نزينهم بالفواكه كما غادي نبارطاجي معكم اي حاجه درتها. كما كتشوفوا معايا غادي نصيب من هذاك العجينه خرج حتى القوالب ديال لاباط من لاباط بريزي خرج منها القوالب ديال لي تارتوليت باللوز كيجيو رائعين. هنا بارطاجيت معكم ديجا في طارت كبيره ديال اللوز كتجي رائعه. هنا عندي واحد 120 غرام ديال السكر سنيده راني ديجا نزلت لكم مقادير و 125 ديال الزبده بلينه وعندي واحد قطرات ديال اللوز وعندي 200 غرام ديال اللوز مطحون سواء بالقشور سواء يعني بلاش. كنمزج السكر ديالي مع الزبده جيدا وغنزيد دوك جوج بيضات ودوك القطرات ديال اللوز وفي الاخير كنضيف داك غنخلطهم كما غتشوفوا جيدا. هنا عاودوا ملي غتخلطوهم ضروري دوزوهم في البلونجور وعاد غتزيدوا البودر ديالكم ديال اللوز كما كتشوفوا معايا. بعد ما كتكيت معكم بيديكم كتزيدوا ديرون بلونجور تكتولي عندكم هكا كريمه ليس عاد كديروا ديك البودر ديالكم ديال اللوز باش كتجيكم واحد الكريمه اللي زوينه. هنا زدت واحد تقريبا واحد جوج معالق ديال الدقيق علاش باش الدقيق معروف لي طارت البنات ان هذا سر من سر لا كويزين الفرونسيز انها كتغونفلي ليكم ديك الحاجه مثلا كتجي طالعه. وهذوما القوالب البنات اللي تاهما درت لهم بحال لي طارتوليت صغار انني عمرتهم وثقبتهم ودرتهم في الكونجيلاتور ساعتين مع الاخرين ودخلتهم الكونجيلاتور ودابا بديت كنعمرهم بالكريمه ديال اللوز. وديجا هادي منزله لكم البنات في القناه يعني بحجم كبير وانا عاودتها صغيره كما قلت لكم تاهما غيكونوا عندي في العيد ميلاد في طبله عيد ميلاد. هنا كل تقريبا كندير جوج عواشق ونحاولوا البنات ما تعمروش لان داك الدقيق غادي يطلع لينا الكريمه وتقدر تفيد لكم. هنا غادي نزينهم باللوز ايفيلي كما غتشوفوا معايا وانهم غابيل بانهم ديال الكريمه اللوز وغادي نشعل عليهم فران من التحت حتى كيتحمروا كيبانوا لي دوك الجناب تحمروا عاد كنشعل الفوق باش كيعطي واحد لا دوغي زوين. هنا البنات كما كتشوفوا معايا باش ما يجيكمش لا فيديو طويل بزاف حاولت تزرب هنا خديت لي ميني تارتولي عفوا كاب كيك درت تقريبا جوج بيضات وكاس معمرج ديال السكر سنيده واحد لي كاب البنات اللي جاو خفاف ورائعين صدقوني كل ما ذاقهم عجبوهم. كنطلع السنيده مع البيض ديالي كنزيد ثاني قد غادي يكون ثاني كاس ديال العنبه معمرج ديال الزيت وكذلك كاس ديال العنبه معمرج ديال الحليب
وغادي ندير فيهم لاغوم ديال الفاني كما كتشوفوا معايا، لانني غنزوقهم انا بالكريمه اللي كتبقى واقفه حتى يومين. هنا زدت الحليب ديالي وغادي نطلع المسائل ديالي كامله، وصدقوني كيجيو رائعين يعني اقتصاديين، ويعطيكم تبارك الله اكثر من 12 حبه. عطوني تقريبا شي 20 حبه ولا 24 حبه بالضبط، عطوني 24 حبه. بقيت عاقله لان 12 عمرتهم في اللاطه وشي حاجه خليتها في بوحدها. تشوفوا معايا تقريبا هنا عندي واحد كاس ونص ديال الدقيق اللي غادي نغربل، وعندي خماره وحده البنات. صدقوني جاو خفاف ورائعين وما فيهمش الخدمه بزاف. هنا درت بالغوز وخدمت بالقوالب زرقاء، يعني لي كاب زرقاء. هنا تشوفوا ما تعمرهمش بزاف البنات، حاولوا تقريبا تاخذوا في الكاس وعمروا ثاني يعني نص، ماشي ثاني نص، قل من النص باش ما يطلعوش لكم اللي يكونوا طيبوه. هنا درت خماره وحده، غادي نخلي لكم مقادير ديال اي حاجه غندخلهم يطيبوا ونوريكم الكريمه ديالهم اللي ذوقتها. يجيو على هذا الشكل، هذا ما عامرينش بزاف. شوفوا حبيباتي هذو هما لي كاب كيك ديالي اللي خرجتهم من الفران، اللي شوفوا كيفاش جاو مرتفعين وجاو رائعين بدون ما يتحرقوا ليا بلا والو. وهنا كي كتشوفوا معايا حبيباتي طلعت الكريمه تاعي تقريبا كاس كبير اللي كيعبر 200 ديال الكريمه، وغادي ندير معاها جوج معالق ديال الجبن. وصدقوني البنات هاد الكريمه كتبقى واقفه حتى 3 ايام وهي مديكوري بها بلا ما كطيح لكم بلا والو، كتجي رائعه كريمه الجبن. يعني هنا غنزيد تقريبا، ان عندي حلو غنزيد تقريبا غير واحد جوج معالق ديال السكر كلاصي. هنا غنقسمو على جوج، النص غادي نديرو باللون الازرق انني غنديرو الجاد، والنص غنديرو الجوري بالغوز. وصدقوني هاد الكريمه البنات كتجي رائعه رائعه بزاف، وانها كما قلت لكم كتبقى لكم في لي كاب او كتزوقوا بها كتبقى واقفه بدون بلا ما تطيح، بلا جيلاتين بلا حتى شي حاجه. وهنا كما قلت لكم عطاتني 24 كاب كيك، يعني عمرت هاد الكرتونه ربعه، وديجا الكاب كان عندي فيه 12 عفوا عطاتني 24 كاب كتعطي بجوج بيضات وخماره وحده. هادو درتهم بوحدهم كتجي الكريمه بحال هكا. وغادي نزوقها في لي بيبيت الغوز، وبالنسبه للجد غادي ندير لي فيرميسيل كولوري بالصفر والبلو سيال. كيجيو على هاد الديكور هذا، كتعرفوا الوليدات كيبغيو هاد لي كاب. كتشوفوا معايا بعد ما كملت التحضيرات ديالي، هنا بقى لي انني نشري اشياء ديال التزيين. هنا مول المحل تقريبا حل حدايا كيبيع هادشي الاشياء كلها ديال الحلويات زوين هنا بالمحمديه. هنا عندي كيبيع الجمله، وكي هنا خديت شنو غادي نجوري، خديت ليه هاد ماشا يعني خوها اللي اختار ليها، وهو ياخذ بانتان. وكتعرفوا الدراسه كيعجبوهم هاد الاكسسوارات وهاد الزواق، واخا كيدي الفلوس ولكن هنا ليله يعني نهار كتحاولي تعيشيهم ديك الفرحه. والحمد لله انني ملي كيفرحوا الولد ديالي او كيفرحوا ديالي هذه هي الفرحه ديالي، واخا تمره هذا ماشي مشكل. فغادي نكمل التحضيرات وغنوريكم اشنو خديت فين غنمشي للدار. كي كتشوفوا حبيباتي هادو هما المشتريات اللي شريت وخليت في ليسات البنات، ولكن كما قلت لكم انا الواحد عندي الفرحه ديالي هما وليداتي، ملي كيفرحوا هذاك هو الغرض ديالي. وهنا واخا غادي نحتفل بهم انا وياهم والاب ديالهم. فكما قلت لك هادو هما اللي خديت، جات اختار لختو ديال كما كتشوفوا ماشا، وهو اختار ليه بانتان، واصلا نفس اللون تقريبا يعني ما عرفش على الاخضر تقريبا. هادو بزوين زوين هاد الباك فيه 10 من الحاجه، لي فيغ لي ماسك لي هادو الطربوش، فيه لي زاسيات فيه لي سيرفييت، فيهم اللي تشيبش عجبوني بزاف. هادو حسن من اللي خديت لي، وخديت هاد لاناب ديال البلاستيك اللي مكتوبه فيه هابي بيرزير كما كتشوفوا معايا، وخديت ليه مارشميلو لان ما ساليتش باش نصيبهم. وخديت ليهم هاد لي ماسك، واخا هادوك عندهم صغار خديت هادو لي كبار، واحد في البلوسيال وواحد في الغوز بالنسبه للجوري، هاد ديال الجاد والاخر ديال الجوري. وتقريبا خديت حتى الزواق، كان عندي شي حاجه وشي حاجه زدت شريتها. خديت هاد البلاطو باش غندير فيه الحلوه الثانيه، انني ما قنعتنيش ديك الحلوه الكبيره، وهنا زدت هذيك الحلوه الصغيره باش كل واحد ندير ليه الغابيل، لانني هادي ديال الجاد وهادي ديال الجوري. واخا كيما قلت لكم غنحتفلوا غير هنا، ولكن ضروري غادي تذوق العائله.
هنا هذا هو المارشميلو كما قلت لكم، الابيض والاصفر من زرجاد وجوري، خديتهم لها في الغوز فوشيا، وخديت هادو زوينين البنات انهم ديال الباب كورن، يعني كنديرو فيهم الكريا كيجيو زوينين. خديت هادو غوز، وخديت الجاد في البلو سيال ثاني في الازرق، كيجيو زوينين كما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله في الطبله الفينال. هما حبيباتي كناخذ بحال هكا الاعواد ديالي، كندير وحده وحده وكنخشيهم في البلاستيكه وكنهزمهم بحال هكا، كيجيو على هذا الشكل هذا. وهاد الاعواد راه ديال الشوايه يعني كيتباعوا، وكتكون فيهم باكيات تقريبا فاشميه وشي حاجه، كيجيو زوينين هكا في الطبله ديال عيد ميلاد ديال الوليدات، وهكا كيعجبوهم وكيعطيو منظر حتى في الطبله. كتعرفوا المارشميلو كيعجب الوليدات، فالنص درتو غوز والنص درتو بيض بيض، والنص غنديرو صفر صفر، وفي النص غنديرو بيض صفر بيض، باش هكا كيجيو كولوري. وهنا درت النص الجاد والنص الجوري، واخا جوري ما غتاكلهمش، ولكن اني زوقت بهم الطبله كيجيو رائعين. كي كتشوفوا معايا حبيباتي، هادو هما الاشكال اللي صيبت كما قلت لكم. البلاستيكه تاع البنات راه ديجا وريتهم لكم، نيكس كنصيب في البيفي ديال جوري. هنايا نورمالمون البلاستيكه فيها 100 حبه، ولكن كتكون لون واحد، فانا صراحه دار معايا زوين انني عطاني نص غوز ونص شيبي ومعاهم سداتات ديالهم. غادي نخلي لا فيديو البنات هنا لان جا طويل بزاف، ونوريكم الجزء الثاني في التحضيرات ديال عيد ميلاد في الجزء الثاني في لا فيديو. كنتمنى يلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو باحسن الاحوال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.